من قبل كنت أغتسل من الحيض عند رؤية القصة البيضاء، ولكن بعد أن قرأت معلومة تقول بأن الاغتسال يكون إما بالجفوف أو بالقصة البيضاء، وأنه إذا وقع الجفوف أولا تنتظر المرأة لآخر وقت الصلاة ثم تغتسل حتى لا تفوتها الصلاة ولو لم تكن قد رأت القصة البيضاء. فبدأت العمل بذلك مع حكم الماضي، وهل علي قضاء شيء؟ طيب، أولا العادة الطبيعية الشهرية التي تأتي للنساء، الله سبحانه وتعالى أسقط عن المرأة فيها بعض العبادات وتعلقت بها بعض التكليفات، وهذه التكليفات الساقطة أو هذه التكليفات المتعلقة بذمتها دائرة مع وصف الحيض ما دام قائما بها، طول ما هي موصوفة أنها حائض، طول ما هي التكليفات بتاعة الحائض متعلقة بيها والتكليفات الساقطة عن الحائض أيضا متعلقة بيها. متى يرتفع وصف الحيض أو وصف الحائض عن المرأة؟ مش بمجرد انقطاع الدم، بل بواحدة من علامتين. العلامة الأولى اسمها القصة البيضاء، مش القصة، لا، القصة، القصة البيضاء. القصة البيضاء دي عبارة عن سائل إفراز يعني يرخيه الرحم عند الانتهاء من الدم. هذه القصة البيضاء بعد الرجوع للأطباء قالوا إنها ليست مضطردة عند كل النساء، يعني مش كل النساء بتنزل عليهم القصة البيضاء، بل إن بعض من تنزل عندهن تلك القصة البيضاء لا يستطيعن أن يميزنها، يعني هي بتجيلها القصة البيضاء دي أصلا، السائل الجيري ده اللي بينزل من الرحم عقب انتهاء العادة الشهرية، سائل أبيض شفاف جيري كده ما تعرفش تميزه، يعني يا إما ما بيجيلهاش يا إما بيجيلها ما بتعرفش تميزه. فإذا في علامة تانية بقى، وهي إيه؟ وهي الجفوف. الجفوف هذا معناه إن الدم بينقطع، فالمرأة بتشك إن العادة بتاعتها قد انتهت بحكم مثلا عادتها، إن هي مثلا بتقعد 3 أيام 4 أيام، خلاص الـ4 أيام خلصوا مفيش قصة بيضة، الدم انقطع. فبتروح تكشف على نفسها. تكشف على نفسها إزاي؟ إنها بتغسل الموضع وبعدين بتدخل مثلا زي قطنة في جسدها، قطنة كده في ودانة كده. فإذا القطنة بعد غسل الموضع، إذا القطنة خرجت نقية يبقى هي طهرت، إذا القطنة خرجت ملوثة بدم بصفرة بكدرة بأي لون من الألوان، بني أحمر كذا، يبقى هي لازالت إيه؟ لازالت حائض. يبقى دول علامتين عندنا، الجفوف والقصة البيضاء. بنتنا بقى وأختنا بتقول إيه؟ إنها كانت القصة البيضاء عندها بتحصل وبتشوفها، ولكنها قرأت معلومة إن الاغتسال إما أن يكون بالجفوف أو بالقصة البيضاء. ما دامت أنت عادتك أنك تعرفين طهارتك بالقصة البيضاء، يبقى هي إيه؟ بتنقطع عندك بنزول القصة البيضاء. وعلى ذلك فلا حرج عليك ولا يعني شيء.